جو، أنت تعرف أني لا أحب الطلاء وهذا هو السبب. بالطبع. انظر إلى هذه الفوضى. هذا سيء، هناك طلاء منتشر في كل مكان. رائع، بكرات الطلاء الكبيرة والفراشي وملابس متسخة، وكما تعرفين التنظيف سيستغرق وقتا أكثر من عملية الطلاء. هل أنت مستعدة لسحر بينت زوم؟ اسحب الزناد. هذا رهيب، انظر إلى هذه التغطية، لم يكن بإمكاني القيام بذلك بواسطة البكرة أو الفرشاة. هذا مدهش، إنه رائع جدا. المشروع الذي أردت القيام به كان تجديد منطقة من منزلي لأحولها إلى مكتب منزلي، لأنني كنت سأبدأ العمل من البيت أكثر. ونصحتني صديقة لي ببينت زوم وقالت لي إنها ستجعل الطلاء أسرع بكثير. كان استخدامها بسيطا جدا ووزنها خفيفا واستخدامها سهلا. اخترتها لأنني رأيت العديد من أجهزة رش الطلاء الأخرى وبدت لي أكبر حجما. أنا أكره الطلاء لكنني أحببت استخدام بينت زوم. كانت مدهشة، لم أعجز عن الوصول إلى أي زاوية أو شق. أعتقد أن بينت زوم وفرت علي المال بطريقتين، الأولى هي أنها تستغرق وقتا قليلا، والثانية هي في كمية الطلاء التي استخدمتها. انظر إلى هذه الصورة الفريدة، هذه هي صورة معظم السطوح العادية الموجودة في العديد من البيوت. ها هو قالب التاج وها هو المسطح المزخرف. انظر إلى طبقة الدهان والكساء بالخشب والجص ونجارة البيت. حسناً هولي، مهمتك هي طلاء هذه اللوحة، قومي بطلائها بفرشاتك أو بالبكرة، فقط قومي بطلائها وابذلي قصارى جهدك. أريدك أن تبذلي قصارى جهدك بينما تقومين بالطلاء بواسطة هذه الأداة. مستعدة؟ مستعدة. عندي لوحة مطابقة هنا لنوعية السطوح نفسها، سأبدأ هنا مع قالب التاج، والآن راقبوا كيف تمكنت من طلائه بسرعة. أرى أنك تقومين بطلاء السطح المزخرف، لذا راقبي هنا كيف قمت بطلائهيا أو خارجيا. لكن انظر إلى ما يحدث بمجرد أن أمرر بينت زوم عليه مرة واحدة. هذا كساء خشبي، راقب هذا. هذا محبط جدا. حقا؟ نعم، يبدو محبطا. هل قمت بطلاء الجس؟ أنا أحاول، سيتطلب ذلك كمية طلاء كبيرة. إليك كيف أحاول. نعم، أحب هذا. مهلا لحظة، أيمكنك أن تتخيلي؟ لا يمكن أن تتخيلي فوضى الفرشاة. أنا أحدث فوضى عارمة. حسناً، سأنتقل إلى نجارة المنزل. الآن راقبي كيف أمررها عبر زوايا الزجاج وكيف يصل الطلاء إلى جميع الشقوق بطبقة جميلة واحدة من الطلاء. وأخيراً أريني ما فعلت. لما لا تلقين نظرة أخرى على قالب التاج هنا؟ وكما ترين أنت لم تتمكن من الوصول إلى كل الأماكن، بينما أنا فعلت وببساطة. أحتاج إلى فرشاة ذات حجم مختلف. تحتاجين إلى فرشاة ذات حجم مختلف؟ أنت بحاجة فقط إلى بينت زوم. لا يهم أين تريدين الطلاء، في الداخل أم في الخارج وعلى أي مسطح، بينت زوم ستقوم بالمهمة. تتمتع بينت زوم بجميع مواصفات ومزايا أدوات رش الطلاء الاحترافية الضخمة بدون الوزن الثقيل أو السعر المرتفع. أولاً، صندوق بينت زوم يتسع لكمية الطلاء التي ستحتاجونها لطلاء غرفة كاملة دون توقف. البخاخ خفيف الوزن وعلبة الطاقة على الكتف أخف وزناً من المحفظة، لذا وزنها خفيف على الذراعين. يمكنك القيام بالطلاء دون ألم. وفي الداخل هناك محرك قوي بقوة 650 واط يقوم بضخ الكمية المثالية من الطلاء من الصندوق إلى رأس البخاخ، وهكذا لن تضطر إلى التخمين أي قوة هي الأنسب. وهناك أيضا رأس رش مباشر بثلاث طرق لتتمكن من توجيهه للحصول على التغطية التي تريدين. أعمل في مجال الطلاء منذ 18 عاما ولدي حوالي 10 أشخاص يعملون معي، وتم استدعاؤنا اليوم لاختبار بينت زوم وكانت رائعة. كانت سريعة جدا فيما يتعلق بطلاء الجدران، إنها تغطي بشكل جيد بطبقة واحدة فقط. فوجئت كثيرا بطريقة عملها. بينت زوم هي منتج جيد، وهي توفر المال من ناحية المواد لأنها تصنع طبقة أرقى وأفضل وأنعم من الطبقات التي يتم صنعها بالفراشي. أنصح الجميع باستخدامها، إنها فعالة جدا ومذهلة. إذن لديكم الخيار، يمكنكم التسابق مع البقع وسقوط الطلاء من صينية الطلاء. يمكنكم أن تحزروا كمية الطلاء التي تضعونها على البكرات لتحصلوا على طبقة طلاء متساوية. يمكنكم محاربة البقع وحركة الطلاء البطيئة للفرشاة، أو يمكنكم الضغط على الزناد مستخدمين أسرع وأسهل طريقة للطلاء. الطبقة الواحدة من بينت زوم تؤمن تغطية مثالية كل مرة. إليكم كيف تطلبون الأداة الخاصة. العملات المحلية يرجى الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. إذا كانت الخطوط مشغولة يرجى معاودة الاتصال.
الموظفون جاهزون لتلقي طلباتكم. رضاؤكم هو هدفنا. اتصلوا الآن ولا تترددوا. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الظاهر على الشاشة أمامكم 00966 0114732000.